كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنصاوب لكم دي كورني دو بولي بوارو كاروت بيرسيل اوليف مقطعين البزار والملحة شوية الفلفلة حمراء. و شو ان تران دو كوبي الدجاج خاصني نقطعو رقيق دونك نقطعو باش نرميه هو وخزو او ميم طون لان هو الدجاج دغيا تيطيب لو بلون هذا راه صدر ديال الدجاجة خاصنا نقطعو رقيق من بعد غنعاود لكم كاع لي زانغغيديون لي درت ولا نكتبهم لكم في صندوق الوصف. قلتهم بالزربه دونك نقطع هذا الدجاج كله هكا دي بيتي مورسو داكشي علاش غادي نرميهم مع لي كاروت. اللي عنده لي شامبينيون ديروا فيهم لي شامبينيون اللي بغي الا بغيتو. Donc vous faites revenir dans du beurre. Tacos un petit peu marocanisé. Arrête. Ça c'est encore arrêté. Vous connaissez mon problème éternel, Vicky. La caméra s'est encore arrêtée. Bon, je ne sais pas ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, parce que je suis en train de filmer, donc je ne peux pas regarder. Le poireau, zibda. Je l'ai fait revenir zibda. On met une flotte. زدت عليه الدجاج مقطع طريفات صغيرين سداب الدجاج ومني بدا تبياض يشانج دو كولور دو بولي جي مي لي كاروت رابي غروسيرمون دونك maintenant je fais revenir le tout. Je vais saler غندير غير شويه ديال السال حيت غادي ندير صوص صوجا صوص صوجا كتكون مالحه غير هذا الاول باش ما يجيش باسل لو بوافر غادي ندير فريمون اون بوينت جو نسي با سي فو روندي كونت دو لا كونتيتي مي باسكو اي تري تري بيكونت شي موا لا الفلفله الحاره اي لي فريمون تري بيكونت فوالا دونك جي ميلانجي تو سا تايتيد فوالا لي فيل ها هو شحر الدجاج طاب دونك غادي ندير هاد المعدنوس وغادي ندير هاد الزيتون المعدنوس غير واحد جوج دقايق وصافي لان خاصو غادي يعاود يطيب في الفران. دابا غادي ندير صوص صوجا جات جوج معلقات با بلوس لان خاص الحشوه تكون ناشفه خصها تجي طازجه باش ما تفزقلناش لي طورتيا صافي بركه عليها هي دونك غادي نطفي عليها ونخليها حتى تبرد عاد نعمر لي كورني نخليها هكا باش تبرد ونحيدها فوق هذا اللي كانت فوقه لا لي في هذا راه برد زدت فيه شويه د الفرماج شويه ماشي بزاف هانتوما كتشوفوا
مابغيتش نديرو فيه سخون باش ما يوليش هكا كطرق دوك الخيوط، باش من نجي نحشيه يجي ساهل، ومن بعد غادي يذوب في الوسط في الفران. غادي نقطعو لي التورتيه على جوج، وندير وحده بوحده باش يجيو مقادين. خاصها تكون طريه، ما خصهاش تكون فيت اتونسيون او دات ديالها، لانها كتبقى بعض المرات ملي كتحيوها كتقرد كتهرس. خصكم تاخدوها تكون مقديماش. تكون ليجيرمون ايميد، ما تكون شي ناشفه. غادي نديرها، غادي نطارتينيها الوغ سوا بفيلادلفيا سوا بهذاك الاخر، اش كتقولوا له، ما عرفتش سميتو هذاك اللي كاين في المغرب، نسيت. المهم دي فرماج طارتيني نيمبورت لوكيل، واللي ما عندوش ان فرماج كوم سا ديال الباطا الكبيره يقدر يدير فيها حتى لاباش كيغي، ولا يدير فيها كيغي، ولا يدير اللي بغى. كاين واقيلا الجبلي، كاين الجبلي، كاين بزاف ديال الفرماج في المغرب تبارك الله، وعندهم دي شوز اللي ما عندناش حنايا في المغرب، عندكم دي شوز ما كاينينش هنا. دونك غادي نتلي هادو بعدا باش نرطبهم اون ميم طون باش ما ينشفوش، لانهم مقطعين مع خارجين من الميكا. وهاد الفرماج في الجناب فواحد الجنب تانسيستيو عليه، لانه هو اللي غادي كيبا سيرفير دو كول باش يلصق العجينه ملي لويوها. غادي ندير دابا نجيب معلقه غنلويه بحال ان كورني دو كلاص. فوالا هذيك العجينه ها هي هذيك لا كلاص، هذيك هذاك لو فرماج هو لصقو. ودابا غادي نعمرو هذيك لا فارس اللي درت، ندير معلقه صغيره باش تقدروا تدكو بها داخل. فوالا هكا، ومن بعد غادي ندير له الفرماج في الراس، فرماج غابي اللي كان ايمونتال، الفرماج الحمر، اي حاجه بغيتوها. ومن بعد غادي نوقفو هنايا باش يوقف لي، غادي نبدا نساليه وفيغ مزيغ نكحز هاد الزليفات باش مول اما هكا مدور ولا مول طويل ولا فاش ما كان توقفوهم. دونك نصاوب لا سويفونت، ولا لو سويفون يفو بيان سيري لتحت باش ما تخرجش لا فارس، سورتو ان فيها الفرماج غادي يسرح. نو هادي جات شويه، غادي يسرح ولا سرح الطاوه غادي تحرق. فوالا هكا هكا هادو في الطبيله د رمضان ولا في العشاء كاع. حنا عندنا ديك القاعده في رمضان تنحطو نقصو نبات وكناكلو، راه سي با بيان، يفو بريفيليجي لي ليغوم اي لي فروي. كنبقاو ناكلو بزاف الحاجات اللي فيهم لي بات، المعجنات كلهم، ها البطبوط معمر، ها
ها البريوات ها سي سي با فريمون بيان سي مضر بالصحه لان وسورتو اننا تناكلو المعجنات وما تناكلوش لي كاع الحاجه اللي فيها لي فيبر alors qu'on a besoin de fibres les légumes et les fruits تعطيونا لي فيبر وتعطيونا الاملاح المعدنيه وتعطيونا لي فيتامين والاملاح المعدنيه مهمه للعطش في النهار ملي تكونوا صايمين كتكون عندنا اون بوتيت ريزيرف ديال الاملاح المعدنيه مزيانه كونتر العطش كون سو ديزيدرات با ما ناكلو غير الخبازات والمعجنات هذه بطبوط هذا هذا بغرير هذا مسمن هذا ديك الطبله كتكون دايرين ليها بحال كتكون اكثريه عامره بمعجنات خلي شويه باش ياكل الفرماج في الكاس d'où la colle. Et le fromage. Il faut éviter que ça tombe dans le moule. Ah ouais, mais je me harcèle que je tiens, je me voulais que je mette les spobinatum. غادي نكمل هكا ونرجع معكم من بعد انتما شفتوا كيفاش دابا و جو ريفيان ابري فوالا البنات انا كملت لي كورني ها هما كيجيو هكا الوغ وكنوقفهم وكنبدا ندير شي حاجه شي زليفه ولا شي كويس ولا شي طويصه ولا شي حاجه باش كنكاليها وفي غمزور ملي تيعمرو تنحيد هادوك اللي كنت مكاليه بيه باش يوقفوا فوالا هما هادو دونك دابا نسخن الفران ونخشيهم فيه ونوريهم لكم منين يطيب ان شاء الله فوالا البنات راني سخنت الفران على 200 درجه 10 دقائق وصلات دونك غنجيب لي زونفورني ماتنون ولا البنات ها هما تابو فوالا دونك الا كانوا بزاف كنديروا الدوبل فوق منهم ديكوريهم بشويه ديال لي طوماط سيريز اوسي تيجيو زوينين انا ما عنديش اي فوالا اي لو توري جوي Voilà l'assiette avec quelques petites tomates cerises et ça fait très très joli. Voilà. Brûlez-vous, n'assouvez-vous pas. Il faut que les pâtes fondent, fassent le papier,
باش لا طاح داك الفرماج ما يحرق لكمش، وباش يجوا مقرملين بزاف حتى من الجناب، ماشي غير من الفوق. هادو راهم شويه كروستيون، ولكن ils sont beaucoup plus croustillants et beaucoup plus jolis ici dans les parties dorées. Donc, كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه، الى عجبتكم ما تنساوش ليا لي لايك et les commentaires. Pour les nouveaux qui me voient pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner chez moi, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous laisse. Fi amanillahi wa hifdihi.